السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفة ديال التبييض ديال الوجه. هي في الصراحة واحد الوصفة هائلة، ويعني وكتعطي واحد النتيجة في الحين، يعني ما غاديش، أنا متأكدة ما غتستغناوش عليها إلا جربتوها، ما عمركم تستغناو عليها، حيت المرأة هي البشرة، هي يعني كتكون البشرة ديالها نقية، كتكون البشرة ديالها كتعتني بالبشرة ديالها، راه كيبان واحد الفرق كبير. مهم سيداتي، بلا ما نطول عليكم، نعرفكم شوية على هاد الوصفة. هاد الوصفة الأصول ديالها من الصحراء، يعني هاد الوصفة صحراوية، يعني هي من جنوب المغرب. جبت لكم وصفة من جنوب المغرب، ولكن راها تبارك الله ما شاء الله وصفة غزالة، يعني غير جربوها وما غاديش تندموا. هاد الوصفة كيديروها بزاف في الصحراء، واكثرية كيلتجؤوا لها العرائس في الصحراء، يعني كيهتموا براسهم بالبشرة ديالهم بداكشي، راكو عارفين كيلتجؤوا لهاد الوصفة اللي لاباز ديالها هو اللفت الابيض. وهاد الوصفه سيداتي يمكن انك تقدري ديريها حتى في لوكور ديالك كامل، يمكن ديريها في الجسم ديالك كله، ماشي غير في الوجه ديالك. هو خاصك ديري واحد الكميه كبيره من يعني كونتيتي كبيره اللي غتقدك في الجسم ديالك. مهم سيداتي، ما نطولش عليكم. هاد الوصفه قلنا كناخدو فيها، كنحتاجو لها اللفت، كنحتاجو اللفت، شي لفته متوسطه الحجم، اللفت الابيض بحال هكا مثلا، حتى كنقطعوها كنقيوها وكنقطعوها مربعات، ولا المهم كنقطعوها صغيوره. من بعد كناخدو دانون طبيعي مسوس، ياغورت طبيعي مسوس، وكناخدو الروز مطحون، الروز مطحون كنغربلوه وكنطحنوه وكنغربلوه مزيان، الروز مطحون. ولكن سيداتي، قبل ما نستعملوا هذه الوصفه ديال التبييض، خاصنا ضروري نستعملوا قماش الوجه. وقماش سيداتي حتى هو خصو يكون طبيعي. وعلاش غنستعملوا هذا القماش؟ غنستعملوا هذا القماش باش البشره ديالنا تستافد لنا من داك الماسك اللي غادي نديروه من بعد، حيت ملي كنديروا قماش وكنحيدوا الخلايا الميته وكننقيوا البشره ديالنا، المسامات كيتفتحوا، وملي كيتفتحوا المسامات كيدخلوا لينا المكونات اللي كاينين في هذا الماسك، بحال المكونات اللي كاينين في اللفت، المكونات اللي كاينين في ياغورت طبيعي، والمكونات اللي كاينين في اللفت باردون في الروز، يعني حددت ولا حرج، يعني بلا ما نقول لكم المكونات ديال الروز والمكونات، راكم تبارك الله عليكم عارفين كل شيء. هاد الوصفة اللي هو لاباز ديالها هو اللفت، راه مزيانة للبشرة بزاف، حيت اللفت أصلا في حد ذاته هو كيحارب علامة التقدم في السن، كما أنه كينعم البشرة وكيقوم بالتبييض ديالها في الحال، سبحان الله. يعني غير جربوها سيداتي والله ما غادي تندموا، يعني غتعطيكم واحد النتيجة رائعة. وقدروا يديروها حتى العيالات مثلا اللي كبارين وكيحسوا بالبشره ديالهم، ولو عندهم ترهلات في الوجه ديالهم بسبب الكبار في السن وداك الشيء، يقدروا يجربوها وغادي تعطيهم نتيجه احسن، والله القسم البنات. مهم، قلنا قبل ما ندوزو نديرو الماسك خصنا ضروري نديرو قماش، وهذا القماش طبيعي غنحتاجو فيه تخت ديال القهوه. بعد ما كنطيبوا القهوه، واللي عنده مهم اللي كيطيب القهوه، كنطيبوا القهوه، وداك التخت اللي كيبقى في البريق ما كنرميوهش، كنخبعوه وكنبقاو فين نبغيو نديرو قماج كنهزو منه. انا بعدا كنخبعوه في بحال دابا في الطاسه ولا في الثلاجه ولا في شي حاجه، فين ما كنبغي كنهز منه. كنحتاجو زيت الزيتون في القماج، وغنحتاجو سكر سنيده، وهاد الموارد غنحتاجوه مور الماسك. يعني غنديرو اول مرحله غنديرو القماج، ثاني مرحله غنديرو الماسك، وثالث مرحله غنديرو ماورد على بركه الله. وقبل ما غادي نصيبو القماج ديالنا، غنديرو دوك الفيتات اللي كنا ديجا قطعتهم، ديك الفيته اللي غسلتها وقطعتها خصنا نديروها تسلق. غادي نديروها تسلق، كيفاش غنديرو لها؟ غنشدو ديك الفيته اللي كنت انا قطعتها مربعات وغسلتها، غادي نديرها في كاسرونه تسلق، ندير عليها الماء غير فوق منها، ندير عليها الماء غير فوق منها، ونديرها في كاسرونه تسلق. من بعد ما غادي تسلق ليا،
غادي نبقى حاضياها حتى غادي تنشف من الماء، وانا ملي غنديرها تسلق خصني ضروري نغطي عليها. علاش؟ باش دوك الزيوت اللي فيها ما تطيرناش، دوك المواد اللي فيها ما تبقى فيها ونستافدو منها حنايا، ما تخرجناش مع البخار ديال الماء. فلهذا خصنا ضروري نغطيو. ملي نغطيو الكاسرونه ديالنا صافي، نبقاو مره مره نحضيوها حتى تنشف، ماشي نخليوها نستقناو عليها حتى تحرق، لا، غير تنشف لنا من الماء غادي نطفيو عليها، غادي نطفيو عليها، وغادي نديروها في شي زلافه ولا في شي حاجه، وغادي نمعسوها بالفرشيط وهي مازال سخونه باش دغيا تطلق لنا. ملي غادي نمعسوها بالفرشيط غادي نديرو معاها معلقه ديال الزبادي ومعلقه ديال سنيده، وهانتوما معايا حتى نوريكم الطريقه. المهم انا غادي ندير هاد اللفته تسلق، وغادي نرجع باش نصايبو الكوماج، عاد بيد ما حنا نصايبو الكوماج ونابليكيه في الوجه ديالنا وبيد ما نغسلوه غادي يكون الماسك ديالنا وجد. بقاو معايا. يا هذيك سيداتي، بعد ما درنا اللفت ديالنا تسلق، دابا غادي نديرو الكوماج ديالنا بيد ما يوجد لنا داك الفيتا ديالنا تسلق لنا. غادي نديرو معلقه ديال تخت ديال القهوه، وغادي نديرو معلقه ديال زيت الزيتون ومعلقه ديال السكر سنيده، غادي نخلطوهم مزيان، وغادي نابليكيو على الوجه ديالنا والرقبه ديالنا، ولا شاطنا شي حاجه نقدروا نديروه حتى باليدين ديالنا. هانتوما كتشوفوا معايا الطريقه كيفاش. بعد ما خدينا سيداتي معلقه ديال تخت القهوه ديال زيت الزيتون ديال السكر سنيده، خلطناهم مزيان مع بعض حتى ندمجوا لنا مع بعض مزيان بهذه الطريقه، خلطناهم مزيان صافي. دابا صبح عندنا الكوماج جاهز للاستعمال. دابا اول حاجه غادي نديرو، غادي نجمعوا الشعر ديالنا، وغادي نخليو الوجه ديالنا باش نخدموا وجهنا مزيان، على خاطرنا يعني الشعر ديالنا ما يديرونجيناش ولا هذا. مهم غادي نابليكيو دابا هاد الكوماج مزيان، ابليكيو على الوجه ديالنا، وغادي نخليوه مثلا واحد 5 دقائق. من بعد 5 دقائق غنبداو نديرو حركات دائريه، نبداو نديرو حركات دائريه باش داك الخلايا الميته وداكشي نحيدو، داك الاوساخ اللي في الوجه وداكشي نحيدوه. مهم غادي نخليو هاد الكوماج هذا 5 دقائق على الوجه ديالنا، ومن بعد غادي نديرو حركات دائريه، غادي نقومي وجهنا بحركه دائريه عاود 5 دقائق. يعني هاد الكوماج غادي ياخذ من وقتنا 10 دقائق، يعني 5 دقائق ديال نابليكيو على وجهنا، وخمسة دقائق نديرو به ندير نقوميه مزيان حركات دائريه. كيف ما كتشوفوا سيداتي، الكوماج ديالنا غادي نابليكيو على الوجه ديالنا بهذه الطريقه، بهذا الشكل هذا، غادي نقوميو على الوجه ديالنا بهذه الطريقه وعلى الرقبه ديالنا، وغادي نخليو كيف ما قلت لكم 5 دقائق، وخمسة دقائق غادي نقوميو وجهنا، يعني غياخذ من وقتنا 10 دقائق، وغادي نقلنا البشره ديالنا. وانتم غتلاحظوها غتصبح البشره ديالنا جاهزه باش تاخذ الماسك وتستافد منه 100%. مهم سيداتي، بعد ما درنا داك الكوماج على الوجه ديالنا خلينا واحد 5 دقائق، من بعد مشينا كنقوميو 5 دقائق وحده اخرى وشللنا الوجه ديالنا وصبحات البشره ديالنا. غادي تشوفوا نتوما الفرق زعما واضح. ومن بعد ما غادي تغسلوا وجهكم غتصبح البشره ديالكم جاهزه باش تستقبل شي ماسك وتستافد منه 100%. مهم دابا حنا سلقنا، على بين ما وجدنا داك القماش في وجهنا وخدمناه في وجهنا مزيان، تسلق اللفت احبقه سخونه، راها تسلقات اللفت ديالي هيا تسلقات، راه مازال سخونه خصنا نمعسوها بالمعلقه تكون هي مازال سخونه باش دغيا تسهل علينا العمليه. وغادي نديرو معاها معلقه ديال الزبادي كيف ما سبق لي وقلت لكم، ومعلقه ديال الرز مطحون ومغربل، وهاد الموارد غنستعملوه من بعد، نستعملوه هو الاخر. على بركه الله نبداو. حنا خدمنا هاد اللفت مزيان، معسناها مزيان وهي مازال سخونه بالمعلقه ولا بالفرشيط ولا بيديكم، المهم باش ما ترتاحوا الحاجه اللي غترتاحوا فيها. انا خدمتها مزيان، دابا غنزيد عليها معلقه ديال الزبادي ومعلقه ديال الرز مطحون. وهاد اللفت ممكن انكم تستعملوها بطرق واحده اخرى، ممكن تقدروا تستعملوها هي بنفس الطريقه، تنقيوها وتسلقوها، ولكن تقدروا تخلطوها غير مع الماورد بوحديتو،
غير مع ما ورد بوحديتو، يعني بلا ما تلتجئوا للدانون وبلا ما تلتجئوا للروز، ولكن مع دانون ومع الروز كتعطي واحد النتيجة رهيبة. كيف ما سبق لي وقلت لكم، هذا الماسك راه من اروع واسرع الماسكات في التبييض، يعني وراه حقق هاد اللفت حققت نجاح كبير سبحان الله، يعني كمبيض للوجه سبحان الله، سيرتو في جنوب المغرب، يعني في المناطق الصحراوية، في الصحراء كتعطي نتائج رهيبة، يعني راه اللفت الابيض كتقشر اللفت وكديرها تسلق، يعني ماشي غادي دير عليها شي تمارة بزاف، غتقشريها وغديريها تسلق وغادي ديريها مع معلقه ديال دانون ومعلقه ديال الروز، ولا ما كانش متوفر عندك دانون مسوس والروز غادي ديريها مع الماورد وغادي تابليكي على وجهك، ما غاديش تخسري بزاف ديال المجهود ولا بزاف ديال يعني الفلوس ولا شي حاجه، ولكن غادي تعطيك واحد النتيجه زوينه ان شاء الله. المهم دابا كيف ما سبق لي وقلت لكم، حنا خدمنا هذا اللفت مزيان ردينا على هذا الشكل، دابا غادي نزيدو فيها معلقه ديال الزبادي ومعلقه ديال الروز مطحون. دابا سيداتي انا زدت فيها معلقه ديال الروز ومعلقه ديال الزبادي، دابا غنخلطهم مزيان غيندمجوا مع بعض مزيان، ملي غيتخلطوا مزيان وغيندمجوا ليا مع بعض جميع العناصر مزيان، ها هو غيرجع ليا على شكل كريم، يعني كريم غادي توضعي على الوجه ديالك، والحاجه الطبيعيه راه مزيانه للوجه، يعني راه كاين ما احسن من الحاجه الطبيعيه. المهم البنات ها هو رجع لي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، دابا يعني دابا نقدر نستعمله صافي، نقدر هاد نحطو دابا في الوجه ديالي نستعمله ونخليه 20 دقيقه، غتخليه 20 دقيقه، وملي غتبغيو توصلوا الوجه ديالكم غتبداو ديروا نفس الحركه اللي درتو في القماش، يعني حركه دائريه وبصحه والراحه، وغادي تابليكيه سيداتي على البشره ديالك على هذا الشكل هذا، وغتخليه حتى يبس مده ديال 20 دقيقه، حسبيه مده ديال 20 دقيقه، وغتبداي ديري حركات دائريه مزيان، وغتغسلي الوجه ديالك بالماء ما يكونش سخون، يكون ماء عادي. من بعد ملي غتغسلي الوجه ديالك وغادي تنشفيه، غادي تاخدي الماورد يكون ديجا نتي قبل ما ديري هذا الماسك تكوني هذا درتيه في الفريكو يبرد شويه، ملي غتعملي هذا في الفريكو يبرد ما غتجي انت فين غادي تصيبي هذا الماسك وتغسليه وتنشفي وجهك، غادي يكون هذا برد مزيان صافي. الا كانت عندك رشاشه كتخويه في الرشاشه وكترشيه في الوجه ديالك مزيان، ما كانتش عندك رشاشه كتستعمليه باي حاجه بغيتي، يعني تقدري تستعمليه بالقطن، تستعمليه باش ما بغيتي، المهم كتستعمليه في الوجه ديالك مزيان باش هذا من بعد كيسد كيولي سدنا المسامات ديال الوجه، حيت في الاول ملي كنديرو قماش كنحلو المسامات ديالنا، من بعد كناخدو الماسك كيستافد لنا البشره ديالنا كيدخل لنا داكشي عبر المسامات وكتستافد لنا البشره ديالنا، من بعد كنوليو كنديرو الماورد باش المسامات ديالنا كيوليو يتسدو لنا وكيولي لنا الوجه ديالنا مشرق. وجربوها البنات ما غاديش تندموا عليها، زعما ما غاديش ندموا على هاد الوصفه زوينه، وانا متاكده انكم غادي توليو ديروها بزاف المرات. مهم كنتمنى باش تنال الاعجاب ديالكم هاد الوصفه وتجربوها، مهم انا عندي هو تجربوها، وما تنساوش جيم والاشتراك بالقناه باش يوصلكم كل جديد. جزاكم الله خير، نتلاقاو في فيديو جديد ومع وصفه جديده ان شاء الله.